شوف، التجارب في الحياة مطلب في جانب وغير مطلب في جانب. ممكن أحيانا أنا في تجربة في الحياة أنا أجربها أو أخذ تحدي في مجال معين، يعني أنا أشوف إنه ما هو بعيب إني أجرب في المجال هذا، إني أشوف هل أنا نفسي فيه أو لا، أو أشوف نفسي فيه أو لا. لكن لازم إني في التجربة هذه إني أخذ الحذر بأني ما أكون مندفع أو أكون يعني أطلع من هالتجربة بخسائر أو بسلبيات ضررها علي أو على غيري. لا، أكون حذر في كثير من الأمور. لكن أنا من الناس اللي أحب التحدي، أحب التجربة دائما. لكن قبل أني أخوض هذه التجربة أشوف هل أنا مكانتي فيها، هل أنا أشوف نفسي في هالمكان. إذا أني شفت أن عندي قدرة أني أخش هالتجربة أو هالتحدي، أقدم عليه واتخذ القرار من نفسي، ما استشير فيه. في ناس يقول من استشار ما ضاع، لكن في بعض الامور انا اشوف الاستشاره فيها ممكن تاخرك كثير. فبالعكس، التجربه حلوه في جانب وسيئه في جانب. في بعض الناس يسمع بالتجربه، يسمع بطال التجربه، يدخل يجرب في اي مجال، ولكن على قولتهم يصطدم في جدار، فاخر شيء يصطدم في جدار على قولت بالعاميه. فانا اشوف ان بالعكس التحدي في التجارب مطلب، ولكن في المجال اللي أنت تشوف نفسك فيه. في ناس صراهم فاتتهم فرص كثيرة، وأنا منهم ترى، قبل فاتتني فرص كثيرة ما دخلت فيها أو ما خضت التجربة لأني كنت متخوف، وأنا كنت أعتقد أني صح، لكن شفت أني خطأ. بعدها صار عندي شجاعة أني أتخذ القرار وأجرب في كثير من المجالات. ممكن المجال اللي أنت كنت معي فيه أبو فايز في البرنامج اللي شاركت فيه، ترى كنت متردد، تجربة كنت أعتقد أنها صعبة، يعني إذا دخلت فيها ممكن أفشل، ممكن أشياء كثيرة. بس يوم درستها وشفت أن فعلا أنا عندي شيء أقدمه، خضت التجربة وكانت نقطة تحول في حياتي بشكل كبير ما تتصوره. فهي الإقدام في بعض التجارب مطلب وشجاعة عند الرجال، ولا تستشير فيها. أنا أشوف الاستشارة في بعض التجارب في أمرين، يا في زواج يعني أمر مفصلي في حياتك، أو مثلا في وظيفة، يعني أشياء أساسية في الحياة أنك تستشير فيها لأنها أمر مفصلي. لكن في أمور لا، أنت أبخص بنفسك، أنت أدرى بنفسك في بعض الأمور، أنك خلاص أنت وصلت لمرحلة أنك رجل ناضج عاقل، تعرف تميز، متعلم. إذا ما أخذت التجارب بقراراتها تلقى نفسك وبتعيش التجارب هذه على تفكير غيرك، ما راح تستمر. عش حياتك كما تشتهيها أنت، لا تعيش حياتك كما اشتهى غيرك. قناعاتك، الناس تختلف في القناعات، كل ربيع عنده قناعة تختلف عني كليا، سعيد، فايز، حمد، كل واحد له قناعة وله توجه. الأخوان تلقى واحد مثلا مهتم في مجال الخيل وداخل في مجال الخيل، وهذا ثاني مهتم في مجال البل. شوف، هم أخوان من أب وأم، لكن كل واحد له قناعة وله توجه وله تفاهم. لكن أنا أشوف أنك أنت كشخص خل عندك شجاعة، خل عندك قناعة، خل عندك يقين في المجال اللي أنت تشوف نفسك فيه وجرب. الفشل ما هو عيب، يعني إذا خدت هذه التجربة وفشلت فيها ما هو عيب، بالعكس ممكن تطلع منها بدروس عظيمة جدا، وتقدم مرة ثانية وتحصل أثر إيجابي أكبر من التجربة الأولى. يا سلام، هذا شيء في كثير من الناس الآن في مجتمعنا، والله إني أجلس معهم وأشوف هذا الرجل فيه شيء عظيم، لكن تلقاه عنده تردد ويخاف من نظرة المجتمع اللي حوله. طبيعي جدا، أهلك اللي حولك ترى ما يحسدونك أنك تقدم على هالتجربة، يمكن يخافون عليك، يخافون عليك من الفشل، يخافون عليك من ردة الفعل من الناس واو إلى آخر. لكن أنت خل عندك يقين وقوة وقناعة واقدم عليها. أنا أذكر أني قبل أشارك في هالبرنامج ما كان في قناعة تامة من اللي حولي. ليش؟ وكان ما كان في قناعة. البرنامج السابق تقصد؟ نعم هو البرنامج، هذا البرنامج اللي أنا دخلت فيها الإعلام، ما كان في قناعة تامة نهائيا، لأنه ما كانوا متابعين لهالمجال. حتى أخوي اللي دائما معي وأصوره ودائما معي ما كان مقتنع. ليش؟ خايف، يقول ممكن أنك تفشل في المجال هذا، لأنه مو من يعني ما حنا نتابعه أو شيء عايشينه من قبل، أو في تجارب قبل. لكن أنا درست من كل النواحي، اتخذت قرار من نفسي،
إلين شافوني على الشاشة. بعدها بشهر كلهم مشجعين لي وواقفين معي وساندوني وفي النهائي وقفوا وقفة إلين توجت. فهذه هي أنت ممكن في بعض القرارات أن تقنع اللي حولك وتقنع نفسك وتتخذ قرار مفصلي في حياتك. لا تخاف، الخوف ما حطها الطيب سبيل الله. هلا هلا روح في حياتك، جرب، غامر، الحياة مرة واحدة، كلنا نهايتنا معروفة، لكن دينك، طاعة والديك، قناعة نفسك أنت كرجل أني أعيش حياتي مثل ما أبي. والله العظيم في ناس أنه ما يعيش حياته ولا يستمتع في حياته، ليش؟ يخاف من ردة المجتمع، ردة فعل المجتمع، ويخاف من أمور كثيرة، تلقاه متخوف، عايش في تخبطات عايش. لكن أنا يا بدح الآن اتخذت قرار في نفسي، الحاجة اللي أنا أشوفها مقتنع فيها أقدم عليها ولا أفكر في أحد. أمرين بس، أنا ما تغضب الله سبحانه وتعالى، ولا عاداتي ولا تقاليدي ولا مجتمعي، خلاص أنا وش أنتظر؟ الناس لو بتخاف من ردة فعل الناس أو بتخاف من كلام فلان وفلان ما راح تقدم على أي شيء. سبحان الله، ترى ابن آدم فيه خصلة، ما هو بحسد، أحيانا يكون غبطة ما ودك أنك تتعداه في شيء، حتى بين الأخوان سبحان الله زي المنافسة الداخلية، أحيانا وده أنه يكون الأول في كل شيء. لا، هذه ترى في ابن آدم موجودة في داخليا، يغبط الشخص الآخر في المكان اللي هو فيها أو طبيعي. لكن أقدم، الإقدام مطلب في التجارب، والفشل فيها ما هو عيب، بالعكس كل تجربة تدخل فيها وتجربها تطلع منها بإيجابيات وسلبيات، ربما أن يكون إيجابياتها أكثر من سلبيات. هذه قناعتي أنا يبدح، وهذا كلنا قناعتي. سلام، قناعتك سعيد وشي.